أنا حنان أشرف، أنا بطلة نفسي. أنا هند البنا، 37 سنة، من اسكندرية، مصابات حروق. أتعامل مع مصاب الحروق من نظرة معينة، اللي هو أنت حد مختلف عننا، إحنا رافضين وجودك معانا. اشتغلت حوالي اسبوع، جت قالت لي معلش انا اسفه، انا مش حابه ان انت وجودك يكون معانا، عشان خاطر في طفل بيخاف من ايدك وبيقلق جدا. بلغ والده، ووالده جه قال ان هو يعني هيمشيه، وده كده هتخلي ان المكان يخسر، الناس ما تبقاش يعني، الولاد هتمشي هتطفش من حضانة يعني بسببك. وانا صغيره عشان كنت شايفه شكلي خالص، يعني فضلت لحد ثالثه ثانوي زي ما بقول لك ما بصيتش في مرايه خالص، ولا كنت بصور. يعني لو ما كنتش يعني الصوره اللي بتاعت الابتدائي دي كنت صورتها قبل ما اخش، ما كنتش هعرف شكلي الحقيقي. بقول لمصابي الحروق ان انت تتعامل مع الناس طبيعي، تعامل ان انت ما فاكش حاجه، تعامل ان انت انسان عايز يعني ايه، تعامل ان انت انسان عادي، مش شرط ان انت تكون مثلا مصاب حروق فانت تحاول تعمل حاجه زياده عشان الناس تعجب بيك. لا، ما تعملش حاجه زياده، اعمل اللي في مستطاعك.